ارحب بالمونديالي العالمي الكابتن جمال غندور. مساء الانوار يا كابتن جمال. مساء الانوار يا كابتن مدحت. النهارده اقول لك مساء الانوار. بالظبط. لان انا عايز اهنيكم بالانفراد بتاع النهارده. والحقيقه يعني متابعه الاحداث اول باول ده شيء رائع، وده مش جديد على مساء الانوار. يا رب يخليك يا كابتن. وفريق الاعداد الرائع الحقيقه. الله يخليك. نخش في الموضوع؟ نخش في الموضوع كده. هو من يوم الخميس اللي فات لغايه النهارده احنا هنتعامل مع 7 مباريات. مش عايزين نقدر بقى نقول اسبوع، لانه في مباريات بتخش من اسبوع ومن اسبوع تاني، فهنقول المباريات اللي احنا شفناها وتابعناها في خلال هذه الفتره هم 7 مباريات. اوكي. مباراه الزمالك مع بتروجيت ادارها الحكم الدولي محمود البنا، ومعاه ابراهيم عبد الوهاب ووائل مصطفى وسيد عبد الله حكم رابع. طبعا احنا بنلقي الضوء على اسماء الحكام عشان برضو ياخدوا حقهم من اللي ما تابعش المباريات يعرف الحكام. الجونه مع المقاولين العرب كان الحكم محمود بسيوني، وكان معاه معتز مصطفى. هو ده يا كابتن؟ ده محمود البنا، ده المباراه الاولى. الحكم ادي محمود بسيوني، وادي فهيم عمر اللي ادار الانتاج وامبي، ودجله والاسماعيلي كان محمد الحنفي، سموحه والاتحاد كان محمد فاروق، ثم الرجاء والانتاج محمد عادل اللي هو قدامنا دلوقتي، المقاولين ومصر المقاصه كان الحكم طارق مجدي. دول الحكام اللي اداروا ال7 مباريات اللي احنا خدنا منهم حالات النهارده. نخش على طول يا كابتن مدحت بقى في منطقه الجزاء. اتفضل. دايما بنبدا بمنطقه الجزاء. نعم. ونروح لمنطقه الجزاء اللي هي دي منطقه بتتسمى عندنا منطقه الاختبار للحكم. كانوا قبل كده قالوا اللي هي الاريا اوف بروبلمز، بس ما حبيناش الحته دي، منطقه المشاكل. لكن خلينا نقول منطقه الاختبار افضل، تعبير افضل. نروح لاول حاله ونشوف في مباراه الزمالك. وهنشوف هنا ركله جزاء صحيحه مليون في المية. حارس المرمى خلاص بقى كابتن مدحت، التعبير بتاعنا باع نفسه. بالظبط كده. رغم باع نفسه وما وصلش للكوره وما لمس الكوره، يبقى اذا هنا سيعاقب على اي تلامس مع المهاجم. والمهاجم الذكي هنا هو اللي يوصل للكوره، وهو يوصل للكوره. عارف يا كابتن مصطفى لما تيجي تعمل محاضره حضرتك للعيبه وتقول للمهاجم بتاعك او كابتن حسن لو وصلت للموقف ده حاول تلمس الكرة وتبعدها عن الحارس، الكرة قدامك بعيدة، يا هتاخد ركلة جزاء يا اما هتروح تسجل. ودي ما فيهاش انذار يا كابتن؟ لا، اداله انذار الحقيقة، اداله انذار، اعتقد اداله انذار، لان انا تاكدت من المعلومة ان هو اداله. بص، الانذار لمين اللي بيعترضه؟ دي اللعبة دي سمير. لا ركلة جزاء تانية. هو بس كان سبقنا واحنا بنتكلم على الاولى، لكن هو ادى انذار لعبد الواحد السيد. هنروح لركلة الجزاء الثانية في نفس المباراة، كانت برضو في مباراة الزمالك مع بيعترض عليها كابتن جمال أحمد سمير. اتكلمنا بقى الحركة الأخيرة دي، أولا اللعبة دي تستحق إنذار يا كابتن حسن من البداية، ثم اعتراض اللاعب بهذا الشكل يستحق على الأقل إنذار، فكان يجب طرد اللاعب في هذه الحالة. أما ركلة الجزاء فهي ركلة جزاء صحيحة وواضحة تماما. كويس ان الحكم هادي برضه، يعني عارف برضه ده برضه ميزة كابتن. هو كويس يعني انه هادي كابتن، روح القانون مش لدرجة قانونا مش يعني ما يعتبرش. ايوه، مش لدرجة انك انت هدوءك يخليك ما تنفذش القانون. هو الهدوء كويس، بس الهدوء في التعامل، لكن في تنفيذ القانون ما تبقاش هادي. يعني بنقول في مرونة برضه في تنفيذ القانون يا كابتن. يعني هو المرونة يا كابتن حسن مش في القرارات اللي زي دي، المرونة في حاجات كتير ممكن تدخل في روح القانون، لكن انا لاعب بيتعامل معايا بهذا الشكل يا كابتن حسن ما ينفعش. يعني لا، ما ينفعش ما ينفعش. طبعا التنفيذ هنا كابتن مدحت زي ما اتفقنا، التنفيذ غير صحيح. لا، لان كل ده فرقه دخلت الفرقتين. يعني هنا في جميع الاحوال طبقا للقانون يعاد التنفيذ سواء دخلت او ما دخلتش، ولكن دخلت جول. لا، تعاد في الحالتين يا كابتن مدحت، لانه دخل من الفرقتين. اوكي، جات جون او ما جاتش جون بتعاد عشان تنفذ بشكل صحيح، لكن بتمشي لانه الفرقتين دخلوا وجي منها الهدف. تمام. طيب، هي دي المرونه. ركله الجزاء الثالثه في المباراه نفس الحكم على بتروجيت. اللقطه الاولانيه هي الوحيده اللي باينت لنا، اللقطه الثانيه الحقيقه صعبه شويه، لكن ممكن من اللقطه الثالثه نشوفها. هنشوف يا كابتن مدحت هنا السؤال اللي نساله، ايه اللي وقع اللاعب؟ ايه اللي تسبب في سقوط اللاعب؟ هو اللاعب بيبين الخطا، ومن حقه يا كابتن حسن اللاعب انه يبين الخطا للحكم، لكن هو في البدايه في خطا ولا لا؟ في خطا. اي رجليه الشمال في البدايه، في خطا رجليه اليمين، واخد رجليه اليمين. النكزه دي
دي زي بتاعت فاروق جعفر بالظبط كده. هو في كلام كتير على البنالتي بتاع كابتن فاروق جعفر بس خلينا نعمل له حلقه لوحده. طبعا دي ركله جزاء صحيحه. وحتى لو كان هنا طبعا الدخول بقى كابتن مدحت انا هقف بس عند النقطه دي واقول لك ليه اللعيبه دخلت كتير هنا. لان في الركله الاولى اتنفذت ودخلوا وكملت شجعهم في الركله الثانيه يبقى سوق كده بهذا الشكل. بس لا شعوري دوت بيحسم اللعيبه كابتن. بص يا كابتن مصطفى في حكم كمان. في حكم في اولمبياد اللي كانت سنه 2008 عاد ركله الجزاء ست مرات. ست مرات بيطبق القانون لغايه لما اتنفذت صح. طبق القانون. ده كان ماتش يا كابتن هقول لحضرتك. الماتش ده كان فيه تونس طرف اعتقد يا كابتن حسن تهيألي كده. تونس طرف. المهم اللي عايز اقوله لك انه هذا الحكم نال احترام الاتحاد الدولي الفيفا طبعا بيطبق القانون. انت طبق القانون يا كابتن مصطفى وعندك الحق. تبص هنا شوف كم واحد ده كل الفرق ميغة. كل الناس رب. دخلت وهنا ما اقدرش اقول ان محمود البنا ما شافهمش. لا هو شايفهم لانه واقف في المكان اللي شايفين جميع الناس دخلت. لكن عموما اتنفذت ركله الجزاء وسجل منها الهدف. تعال نشوف هنا لاعب الزمالك وقع في منطقه الجزاء. في تلامس لكن الفيصل هنا كوره كنا نقولها من شويه الكوره. نشوف المدافع هنا كابتن حسن اهو بيلعب على الكوره. لعب الكوره خلاص بيلعب على الكوره اللي بعد كده مش هقدر احاسبه مش حاسبه عليه انتهينا خلاص. هو لعب الكوره. الاحتكاك اللي بعد كده ده شيء طبيعي. ولذلك برضو لما نيجي نتكلم مع مدافعينا كابتن حسن عايز تطلع وتقفز فوق اللاعب اوصل للكوره. ايوه صح. لو لعبت الكوره الحكم مش هيحاسب. المس الكوره. المس الكوره بالعكس. اذا ركله هنا مفيش ركله جزاء وهنا قرار الحكم صحيح. برضو هنا حارس المرمى الذكي لما تلاقي نفسك نزلت وخلاص اللاعب هو اللي بيسعى سيبه بقى سيبه بقى ما تحاولش انك انت ايه. فهتلاقي اللاعب هنا اخر نقطه لم رجليه فيها رفع رجليه ورفع ايده لا وبعد رجليه في اخر مره عشان ما يحصلش الايه ما يحصلش يرمي نفسه ده ما يحصلش التلامس. اذا ايضا قرار صحيح من الحكم. كان الحقيقه كان في اختبارات كتير لمحمود البنا في هذه المباراه ونجح في كل الاختبارات. طيب نروح لحاله ثانيه جوه نشوف هنا ايه اللي حصل داخل المنطقه داخل منطقه الجزاء. ايه اللي حصل في كوة. ايه في ايه اللي حصل كوره نشوفها ثاني معلش نشوفها ثاني. سقوط لاعب المقاولين العار لا ما, ما, ما يعني خلينا نشوف اللعبه. مفيش اي لمس ولا اي حاجه ولا في اي ولا في اي حاجه خالص. لا ده حركه السلو موشن يا كابتن مصطفى. طبعا مفيش اي حاجه والقرار صحيح. لا يوجد ركله جزاء والحكم لم يحتسب. هنشوف هنا في هذه المباراه ايضا نشوف لعبه ثانيه ده هاند بول اتحسبت ركله جزاء لكن اتاخرت شويه. شوف احنا قد ايه احنا استنينا. احنا استنينا زي ما هو الحكم استنى. ليه؟ لان السفاره ما طلعتش ساعه اللعبه وده كارت احمر. لكن تعال نشوف اللعبه بقى وده درس بقى يا كابتن مصطفى. الكارت الاحمر ده لاعب اعترض كارت احمر. بص يا كابتن وفي النهايه فرقته كسبت اهو. بص يا كابتن لا يا كابتن حاطط ايده في سكه الكوره. فارد ايده. لا بس هو مش شايف والله. ما يهمش. طب خليك معايا ارجع سيبه ارجع لوشه عشان الكوره ما تجيش فيها يا كابتن. حتى لو عمل كده يا كابتن حسن عايز تحمي وشك ابعده عن سكه الكوره ما تحطش ايدك. ده انا عايز اشرح لك النقطه دي. بس دي اللي عايز يحمي وشه. بص يا كابتن مصطفى اللي عايز يحمي وشه بايده يدفع الثمن. طب عايز اقول لك حاجه يا كابتن جمال. يعني احنا بنقول ايه المسافه ما بين الكره وما بين اللاعب. هنا المسافه قصيره. انا همشي معاك زي ما انت عايز. المسافه قصيره. طب تقدر تحدد لي المسافه قد ايه اللي ممكن نحسب منها ركله الجزاء؟ لا لا اذا الموضوع مش 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 هو ده الاساس. والله انتوا علمتونا كده. انا معاك هي تدخل المسافه قصيره وال تدخل في الحسابات. بس تدخل في الحسابات لكن مش هو ده الفيصل. الفيصل عندي هنا هو التعمد من عدمه. ايوه التعمد من عدمه. لا لا هات اللعبه اللي فاتت. معلش اللعبه اللي اتعادت ست مرات. شوف محمد نصر جابها ما شاء الله عليه. واحمد عبد اللطيف ساعدنا فيها. ايه اتفضل يا كابتن. ادي ما شاء الله عليك يا نصر. هيعيدها واحمد عبد اللطيف. احمد بص جابها كل مره هيخش واحد اهم هيعيدها تاني. بص وهو من غير ما يبص جت جون ولا ما جاتش جون شاف اتنين دخلوا راح عايد تاني. هيعيد تاني. بص طبعا ده شيء رائع تطبيق القانون. انا 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 اللي يخليك تتكلم عن حكم انه حكم كبير انه يتمسك دايما بتطبيق القانون. رايه تمسك دايما بتطبيق القانون طالما هو طالما هو صح. بص حد كنت. دخل تاني برضه واحد من دخل الابيض والكره دخلت. لا من الاحمر راح عايدها لان هو صاحبه زميل زميل صاحبه قال له بقى انت دخلت تاني تعالى بقى انتوا كده مش عايزين تسمعوا وعطى انذار بص لعيبه
صدت بس فيلم أدبهم فيلم فيلم عشان في الآخر يتلتزم يتلتزم. أنا أنا جاي عشان أطبق القانون وهو بالتأكيد قبل البطولة. ده نبيل معلول بتاع تونس اللي كان نبيل معلول. يبقى إذا زي ما احنا اتفقنا أنا وكابتن حسن كان كانت ماتش لتونس وتصدت برضه ودخل وعاد ست مرات زي ما قال الكابتن جمال قلت ست مرات ده حكم مش معقول اللعبه اتعادت وكل مره يا كابتن مدحت حد يدور له على انه على غلطه مفيش هو صح بالظبط هو صح لان كل مره الناس بتخش المره دي هتبقى في التمام اللعيبه كمان بص خلاص اللعيبه كمان مفيش فايده التزم خلص التزموا كلهم اوكي جميل يا محمد اشكرك الحقيقه نعم فانا ارجع بس للي قبل دي بقى للي قبل دي يا محمد بعد اذنك التعمد مش شرط يا كابتن مصطفى انا ممكن ابقى متعمد ومسافه قصيره جدا نعم وممكن من مسافه ابعد منها وما يكونش التعمد موجود بص للاعب سلوكه وهي الكره بتتلعب يعني خلينا بس نشوف الكره بشكل طبيعي نعم ونشوف سلوك اللاعب وهي الكره بتتلعب خلينا نبص احنا كمان قريب هتلاقي بص لا مش دلوقتي مش لا قبلها يا محمد قبلها من اول هو كان باصص ولا مش باصص قبليها هي دي اللقطه اللي عندك يا ريت تجيب اللقطه بتاعه اللايف لان اللعبه بقى كابتن هو شايف الكره هتمشي ازاي يا كابتن حسن حط ايده في سكتها حط نفسه في طريقه يعني خلاص يبقى حط ايده في سكتها لو جت هنا المسافه مش مهم مش مهم بقى هنا التعامل هو اللي يعني وفقا لغه القانون الجنائي وضع نفسه طواعيه اهو بص يا كابتن هنا باصص اهو في موقف باصص وشايف نعم اللي عايز اقوله لك بقى يا كابتن الشيء الجميل في الحاله دي احنا ليه الحكم اتاخر لانه الحكم ما شافش واللي اداله القرار هنا الحكم تمركزه ما خلوش يشوف هو لا المفروض يشوف كوره منطقه الجزاء تمركزه لا هو بعيد هو كان غلط يعني هو على الشمال يعني انا بقول تمركزه ما خلوش تمام كلامك سليم يا كابتن بص التاخير عمل ايه بقى شوف حجم الاعتراض لان الحكم المساعد هنا اداله ركله الجزاء وده بواجب الحكم المساعد انه لما يشوف الحكم بعيد ومش شايف هو زي الكره بتاعتنا مع البرازيل في لا بس دي اخذت وقت كبير يا مصطفى كابتن مصطفى عايزه وقت بس شاف الاول عايزه وقت لان دي كانت تتحل بسهوله جدا لو كان محمد قام بسرعه واتلعبت الركله طيب اللي بعده يا كوتش نروح للحاله اللي بعديها نشوف ركله جزاء مقص صحيحه نشوف اللعبة بص اللاعب هو يعني ايه هو زعلان قوي من القرار لكن بص هو شوف هو هيعمل ايه اللي هي بيقول عليها كابتن مصطفى اللي هي الاشياء اللا شعورية نعم شوف هو لا شعوريا هيعمل ايه يا كابتن بص ادي الكرة هو وهم منفصلين عن بعض تمام بص بقى لا شعوريا بايد الاثنين انا عارف ايه ماسك اللاعب بايد الاثنين الراجل رايح للقاوت ورايح بره وكرة بعيدة وظهره للجول طب احكي لك واحدة ابو علي انا عملتها كابتن جمال بحتة اللا شعوري ده كنت بلاعب السويس في كاس مصر السنة اللي احنا كسبنا فيها بتاع كان اهلي وزمالك اللي بتاع 4-2 لو نصر جابها لنا دي يا سلام بتاعت نصر كنا بنلعب السويس محمد نصر هيجيبها طالما الاهلي كسب اوفسايد انا شايفها اوفسايد انا شايفها اوفسايد قبل الحكم ما يصرح انا ماسك الكرة بايديا وهو ما صفرش كان سنة كام اهلي والسويس دي؟ اهلي والسويس دي 78 اوكي اللي احنا لعبنا فيها الزمالك 4-2 تمام لا اراده يا كابتن مدحت مسكت الكوره وبلعب اوف سايد راح الحكم تي ضربه جزاء ضربه جزاء طبعا لا شعور لان الصفاره ما كانتش طلعت الرايه طلعت ما فيش حاجه طلعت ولا في رايه ولا صفاره ولا رايه الله يرحمه ثابت البطل صدها اتفضل يا كابتن جمال طيب يبقى احنا كده خلصنا حالات منطقه الجزاء اعتقد يا كابتن مدحت ان كلها صحيحه 100% ما اختلفناش مع الحكام في كل ركلات الجزاء يبقى احنا هنا شابو للحكام في ركلات الجزاء وفي اختبارات منطقة الجزاء نعم. نروح لحالات التسلل أيضا عندنا عدد كبير من الحالات نبدأ بيهم بتروجيت والزمالك ونشوف هذه اللعبة نعم. كان ممكن يجي منها هدف وانفراد نشوف لحظة لعب الكرة لا أرجع لنا لحظة لعب الكرة نعم. ونشوف إشارة الحكم مساعد بإيديه كابتن متحف هو بيطمن الحكم بقوله ما تخافش بالزبط. الكرة سليمة أهو آدي اللاعب موجود ويعني يدوبك بينه وبين الخطوة اقل من خطوه كده هتلاقي القدم بالظبط كده هتلاقي القدم المدافع هي اللي سابقه رائع من الحكم المساعد والهجمه صحيحه واذا سجل من الهدف كان هيكون الهدف لو جودي كانت عملت هدف صحيح لا مش ما عنديش مشكله لكن هو هدف كره في اللعب تمام نروح نفس المباراه يا كابتن هل في تسلل ولا لا هنا اتحسبت التسلل تعال نشوف لحظه لعب الكوره لسه ما اتلعبتش لا ارجع لي معلش يا محمد ارجع لي لحظه لعب الكوره اللحظه اللي احنا عارفينها شويه كمان بس لا لا اطلع 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 دي لحظه لعب الكوره يا كابتن مصطفى
هتلاقي بص رجليه الشمال متقدمه بالظبط. لو احنا الخطوط دي بتساعدنا بقى يعني شوف المستطيل الغامق ده زميله حتى زميله بالظبط مش زميله كابتن حسن زميله اوفسايد كمان احنا المعني مش متداخل هو المعني باللعبه اللي رايحه له الكوره ان شاء الله يكون في 10 ما هو على نفس الخط مع كابتن حسن بيقصد ان هو على نفس الخط مع زميله لا يعني زميله سابق شويه كمان هو زميله سابق شويه لكن هو انا يهمني هو دلوقتي في موقف تسلل قرار رائع وممتاز من الحكم وائل الصباغ هنشوف هنا حاله تسلل ايضا دقيقه جدا جدا نشوف لحظه لعب الكوره صعبه يلا لا عايزين لحظه لعب الكوره مش صعبه الحمل الرايح لا لحظه لعب الكوره عشان نشوف الكوره لا لسه دي يا ريت تجيبها لي من ايوه دي من من ايوه بص يا كابتن هنا القرار غير صحيح ليه التسلل مش موجود مدافعين الزمالك الاثنين على نفس الخط اللاعب اللي في ناحيتنا احنا الناحيه دي رجليه لسه مغطيه بس هي اللاعب اللي هناك يا كابتن اللاعب اللي هناك بص هو جوه ال 18 هو مش متداخل يا ابو علي ايوه معلش مش علاقه بيه ها مش علاقه بيه احنا أيوة يعني هو حسابها على اللاعب اللي هنا ولا اللاعب اللي جات له الكوره اللي هنا اللي جات له الكوره هنا ده كان متغطي المشكله بتاعت ابراهيم عبد الوهاب هنا مع انه من عمل مباراه رائعه يوميها وعمل العاب كتير لكن المشكله هنا ان هو اتاخر هو اللي متاخر عن عن اللعيب فهيشوف اللاعب هنا في موقف تسلل بالظبط بالظبط طالما هو متاخر هيشوفه في موقف تسلل نروح للحاله اللي بعديها ايضا في نفس المباراه الحقيقه كانت عامره باللقطات ونشوف طبعا. هنا بيقولوا هدف دايما انتوا بتقولوا عليها كابتن ايه هدف ملغي قدام لورا كابتن مدربين دايما يقول لك لغينا جول لا لا لا, 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 لا قدام لورا ده صحيح لان الكره دخلت واخد بالك يا كابتن مدحت دخلت جاي من قدام لورا جاي من قدام لورا ايوه بالظبط كده وهو موجود و لحظه لعب الكره كان في موقف تسلل اوفسايد ب 2 كيلو انا عايز اقول لك يا كابتن حسن ايه انت بتقول اتلغى لنا جول انا ما قلتش لا كابتن مصطفى طيب قول ماشي اوكي كابتن مصطفى اتلغى لنا جول هي هي الصفاره طلعت قبل ما يسجل اتلغى لهم جول اتلغى جول قبل ما يسجل لا بس اوفسايد في حاله التسلل احنا شفناها واحنا ساعه الماتش نفسها تمام وهم كذا وفرحانين فانا قلت لهم اوفسايد اللي انا اقصده ايه بقى يا كابتن هفترض ان اللعبه مش اوفسايد وساعه لما الحكم صفر ما كانش لسه الجول اتسجل وبعدين اللاعب شاط بعديه ما يبقاش اتلغى جول برضه حتى لو هي مش اوفسايد اي خلاص اوكي كان في فرصه يجيب منها جول بس عشان اصحح الحته دي كان في فرصه يجيب منها جول والحكم ايه ضيع علينا الفرصه دي الفرصة. ما يقولش ان هو لغى علينا جول تمام نروح للحاله اللي بعديها في نفس المباراه اخر حاله في نفس المباراه ونشوف هنا دي لعبه كان يجي منها جول سهل جدا فيها انفراد نشوف لحظه لعب الكوره لا بعيد خالص لا يعني مش لا هو ما راحتش اللي هناك هي راحت اللي عندنا اللي عندنا ده اللي عندنا متغطي كمان ما هو مغطيه ولعب باينه وطلع لاعب الزمالك بعد ما الكوره اتلعب لا كان في كابتن كان في تعبير زمان في الالعاب اللي زي كده كابتن حسن طبعا بدون ذكر اسماء لكن انا سمعته وانا صغير وانا حكم صغير كان في تعبير زمان عند بعض الحكام يقول لك ايه يا كابتن مدحت الشكل العام للعبه تسلل ارفع كلام غير ما تجيبش لنفسك مشاكل ايوه الشكل العام ومش الشكل العام لو مغطي اهو ايوه ما هو الكلام ده يعني الكلام ده يجيبش لنفسك مشاكل ما يقدمش ملوش دعوه انا مفيش دعوه بالشكل العام انا ليا دعوه بالخط بالخط العام الخط الوهمي هل هو سابق الخط الوهمي ده ولا مش سابقه قرار صحيح ايضا عند وائل وعامل اكثر من قرار صعب ورائع ومفيش ده كان الجول الخامس ده ابو علي نشوف هنا بقى هنا تسلل على الانتاج هنشوف الراجل كان في موقف تسلل ولا لا لحظه لعب الكوره ادي لحظه لعب ده اورتيجا ده ولا ايه يا كابتن جمال ده اورتيجا اللي كان موجود في هناك ده اورتيجا ده ولا ايه اذا هنا التسلل صحيح نرجع للحظه لعب الكوره يا محمد عشان لا خلينا طبعا. عشان نعرف لحظه لعب الكوره لا ارجع كمان ارجع كمان كمان بس دي لحظه لعب الكوره اوكي كمان وهو متقدم اذا القرار صحيح نروح لمباراه الاسماعيلي ونشوف هنا عند الحكم المساعد في تسلل نشوف اللعبه شوف الراجل لما استلمها كان متغطي بثلاثه ولان الكره اتعلقت في الهواء شويه لكن نشوف لحظه لعب الكوره اللي احنا دايما بنقف عندها اهي شوف هو كان فين كان وراهم صحيح القرار برافو حامل الراي صحيح قرار صحيح نروح للمباراه اللي بعديها داخليه يلا عندنا حاله في مباراه الداخليه ادي اللعبه راحت للاعب من زميله وبعدين كملت الهجمه والناس بتحتج وبتزعق نشوف هنا ادي دي هنا مفيش تسلل خالص تمام نقف هنا
في حد هنا في موقف تسلل؟ اه اللي عندنا اللي عندنا خالص، اللي هناك ده في موقف سليم ملوش علاقه. لو راحت ناحيه اليمين يا كابتن مدحت اوف سايد، خلاص نصفر، اللي هو اللي ناحيتنا، اللي ناحيتنا احنا. لو راحت للي هناك يستمر اللعب. أوكي. راحت للي هناك استمر اللعب وكان ممكن يحرز منها هدف برضه، قرار رائع من الحكم المساعد. نرجع تاني للمباراه، نشوف الاسماعيلي سايد، نشوف هنا هل في تسلل ولا لا. اترفعت التسلل، هو بيشاور على فين؟ نشوف اللعبه يا كابتن. لحظه لعب الكوره، لا اديني لحظه لعب الكوره، فين الكوره؟ معلش احنا يا ناصر انت خبيت الكوره. الكوره راحت فين؟ اهي اهي عند السنتر ده، اللي عند السنتر دي لحظه لعب الكوره. بص يا كابتن مدحت، المقارنه هنا بين المدافع القريب مننا احنا هنا اللي هناك واللاعب اللي هناك، اللي هو الغامق والفات. ايوه مش اللي قدام بعض، اللي داخل بدماغه وبصدره. لا هنا يا كابتن مصطفى ده الراجل اللي عندنا المدافع اهو، خلاص اللي عندنا عدي الابيض الاولاني وعدي الابيض الثاني وروح للي هناك. المقارنه بقى بين المدافع ده والمهاجم اللي هناك، مين فيهم اللي سابق؟ الابيض سابق. الابيض سابق، يبقى اذا في موقف تسلل. أيوة صح، يبقى القرار هنا صح، صحيح قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. مشيت اللعبه، ده جول، جه منها هدف جميل. نشوف اللعبه قرار صحيح ولا لا. لحظه لعب الكوره، لا هات لي لحظه لعب الكوره كمان. ادي لحظه لعب الكوره اهو، اظن اللعبه واضحه جدا، واضحه زي الشمس. واحد في مستطيل واثنين في مستطيل تاني بعدين بالظبط. اذا قرار صحيح والهدف رائع. نعم لعبها جامد كمان ابن الذين. هنشوف النهارده الاتحاد السكندري جول، نتاكد من صحه الجول. شرويده بس دي الهدف صحيح. لحظه، لا انا عايز لحظه. ايوه من هنا. بص يا كابتن بقى هنا، انت اقف بقى شوي. بس كابتن هنا الاساس الازرق مغطي. لا حتى مش عايز، حتى لو مش مغطي يا كابتن، عشان عرضيه ولا عشان عرضيه؟ طبعا جاي عرضيه. الله ينور عليك يا كابتن مصطفى. لورا هنا الفيصل في الموضوع الكوره. الكوره، الكوره هي اللي سابقه. طالما الكوره هنا هي اللي سابقه، ان شاء الله يكون في 10 لوحدهم. لا هو الكوره سابقه كله يا ابو علي. بص يا كابتن ارجع معلش، ورينا ارجع ارجع يا محمد بعد. يلعبها لقدام يا كابتن جمال، يلعبها في اي حته يا كابتن. لا قصدي لعبها لقدام مش لورا. لا لا هنا الكوره سابقه يا ابو علي، هنا الكوره سابقه تمام. الكوره هي اللي قدام. طب انا بتكلم على كده، الكوره عشان الكوره هي اللي قدام، اي واحد خلف الكوره في موقف سليم. لان الماده بتقول ايه بقى؟ كويس، معلومه كويسه. يكون اللاعب في موقف تسلل إذا كان أقرب إلى خط مرمى خصومه من كل من الكرة الأول وآخر تاني مدافع. طالما هو الكرة أقرب يبقى ما بفكرش بقى في مدافعين خالص، حتى لو الفرقة كلها معلومة كويسة. لو العشرة بتوع الاتحاد هنا يا كابتن ومفيش ولا واحد في نص الملعب ده ولا حتى الجول، يبقى مفيش تسلل. المساعد أحمد صلاح. أحمد صلاح رائع هايل، والهدف سليم. نعم شرويدة. الفقرة اللي بعد كده أيوه، روح الركلات الحرة الصحيحة، الفقرات بتاعتنا كابتن ما شاء الله ماشي على طول اهي زي الفل. ها نروح للفقرة الثالثة بدون أي فواصل. نعم يلا هنروح هنا لحالات الإنذار. هنا إنذار وشوف ردة الفعل متقبلة. كابتن حجم الاعتراض ما فيش موجود لأن اللعبة واضحة، الإنذار صحيح في لمحمود البن تمام. نروح للاعب الإنتاج، لمسة يد متعمدة واعتبرها فهيم عمر سلوك غير رياضي. الكرة عالية والراجل نط وخدها بإيده وهي فوق بشكل، بص يا كابتن كرة القدم ما تتلعبش بالإيد. بص ده بيلعبها، فإذا دي زي الفول بجر، سلوك اعتبره سلوك غير رياضي. هو ما استفادش منها على فكرة، يعني هو ما كانش فيه مثلا قطع هجمة أو ده بوبو، لكن هو عمل إيه؟ عمل إيه؟ لعب الكرة بإيده بشكل إيه؟ بشكل بسلوك غير رياضي، وحصل على الانذار من فهيم عمر. نروح للحاله اللي بعديها، حارس المرمى يطرد؟ لا ليه؟ عشان وراه لعيبه، مش عشان الفرصه المحققه مش موجوده، مش فرصة هدف. لكن اللعبه في حد ذاتها فيها تهور من الحارس، يبقى اذا يستحق هنا الايه؟ الطرد، الانذار والقرار صحيح مش الطرد. تمام القرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، نشوف هنا فاول لصالح دجل مصطفى طلعت. هنا نشوف اللعبه، العب ده العب في مسك ومنع تقدم خصم وعنده فرصه يبني هجمه، دي لازم يستوجب عليها اللاعب الانذار، وهنا الحكم لم يعطي الانذار في هذه الحاله. نشوف الحاله اللي بعديها في نفس المباراه، اهو حصل عليها انذار. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ اللعبه دي هي اللعبه دي،
إذن يا محمد يا حنفي كان لابد اللاعب بتاع الإسماعيلي ياخد الإيه الإنذار زي ما الإنذار ده كان صحيح. نشوف الحالة اللي بعديها أهي أدي الماسك ده احنا شوي السعيد ده شوي أهو إنذار مستحق. نشوف هنا أيضا هنا إدى تحت فرصة جميل خرجت الكرة لأن اللاعب متعور ده يبين لك قد إيه حجم الإصابة يبقى إذن هنا لازم هنا لازم هنا تدي اللاعب الإنذار. الإقلال من الإنذارات مش نجاح لك. طب عايز أقول لك حاجة يا كابتن جمال بعد إذنك. لا وريني اللعبة دي زي بقوله هو هو منزل دماغه تحت. لا ده مش طب هات اللعبة كده عشان نشوف داخل دنجر نشوف الكرة فين عشان شايف الكرة فين يا كابتن. احنا اتناقشنا في الكرة دي لا فوق الكرة فين حط رجله فوق تتلعب بالدماغ هو بيلعب بدماغه صح. إذن هنا كان لابد من إنذار اللاعب. نروح لنفس المباراة ده كوتي من سادة ونشوف حالة بعد كده هنا الحكم ادى بطاقه صفراء. تعال نشوف بقى هم بيقولوا له حاجه بس اللي بيقولوه هم مش صحيح. هم بيقولوا له دي فرصه هدف. لا الفكره فكره فرصه هدف ده هو داس فيه بعد الكوره الفكره ان ده لعب عنيف ده العش. لا يا كابتن الطلوع الدخول بالشكل ده ده بس ده طرد لعب عنيف ده لعب عنيف ملوش علاقه بقى فكره ان هو مواجه الكره عدت ان فكره الفرصه المحققه والكلام ده مش موجوده. نعم لكن هنا اللعب العنيف كان يستحق عليه الطرد. اخر حاله قبل التمركز هنا في مباراة الاتحاد وسموحة لاعب الاتحاد حصل على الإنذار بقرار صحيح من محمد فاروق. الحقيقة اللي عمل مباراة رائعة مباراة الاتحاد وسموحة ومباراة صعبة ومباراة صعبة واستخدم كل خبرته في إدارة هذه المباراة. التمركز عندنا التمركز هنشوف برضو قلت كتير يا كابتن مدحت يبدو الحمد لله إن احنا مؤثرين الأخطاء بتقل قلت كتير حالات التمركز. هنشوف هنا لا دي حاله بتاعت مباراه تواخد الزمالك وبتروجيت اعتقد لا هنشوف التمركز هنا عندنا حالتين في حاله جبناها من الزمالك وبتروجيت اللي هي دي تمركز سيء نط من فوق الكوره وفضل واقف هنا برضو واقف وسط السير الكوره هنا, هنا هنا كان موجود الحقيقه انا ما اقدرش اقول انه تمركز سيء كان موجود ولم تؤثر عليه اللعبه وسمح ليها انها تخرج وتمشي. خلاصه صحيح. كلامنا في هذا الاسبوع الحقيقه ادينا عرضنا شوفوا حالات قد ايه لما نتكلم عن 90% او 95% من اللي احنا عرضناه حالات صحيحه ده معناه انه التحكيم في هذا الاسبوع كان جيد. نعم ولما وقفنا عند بعض الحالات كان لابد ان احنا نقف عندها لانها مش عايزينها تتحول الى ظاهره بالظبط نقضي عليها من دلوقتي اعتقد ان ده هيكون في مصلحه التحكيم. انا الحقيقه في النهايه احب يعني أشيد بأداء الحكام في هذا الأسبوع كإجمالي كمجمل بشكل كامل ونتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله في الأسابيع الجاية. وهو أجمل حاجة كابتن جمال أنه ضربات الجزاء كل حالات كلها سليمة اللي هي منطقة الاختبار منطقة الاختبار اللي هي أخطر حاجة اللي هي أخطر حاجة بالضبط كده. طيب بسرعة بقى هنشوف أفضل هدف يا كابتن حسن صدر. أنا عندي خلاص الإحصائية اللي موجودة بس مش هقولها غير لما حضراتكم تقولوا هقول لكم الشباب اختاروا ايه. عايز اقول بس بسرعه ده الهدف الاول شرويده عشان تشوفوه مره ثانيه خليك معانا كابتن جمال. ايوه ده هدف شرويده في مرمى سموحه وده هدف جيمس تادي في مرمى الزمالك وده هدف حمودي في مرمى الاتحاد. كابتن حسن الافضل وصلنا كابتن انا بعد اذن حضرتك انا قلت الافضل لو احمد حمودي هدف صح كويس يبقى اذن امير قيصر هدف كويس ليه لان الاثنين متشابهين بس مختلفي يمين الزوايا واحده من يمين واحده طب ايهما افضل في الثلاثه دول انا بعتبر ان 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 ضربه المرمى وجيمس يضحك على على الاثنين المدافعين وهو متأخر عنهم 3 ياردة أو 3 متر ويسبقهم ها كابتن مصطفى ويروح يجيب جون فأنا بعتبر ده بس دي فيها سرعة أكتر منها فنية كل ده كويس بس ممكن تكون حاجة متفق عليها كابتن مصطفى ممكن يكون حاجة متفق عليها ضربة مرمى مع سرعات بتاع جيمس يوصل للجون. خلاص يبقى كابتن حسن اختار هدف جيمس لاعب بتروجيت في مرمى الزمالك. كابتن مصطفى أنا شايف هدف شرويدة أحسن لأن في شغل يعني باص اتنين شرويدة رايح في ظهرهم اللي حل الهدف ده السندة بتاعت شرويدة كان ممكن يستعجل لكن سند وحط بالشمال على طول يبقى إذن هدف شرويدة من وجهة نظرك
هو الافضل كابتن جمال. انا هختار برضو هدف جيمس، بتفق مع كابتن حسن، لانه هو لعبه واحده من حارس المرمى كانت ركله مرمى، وقدر اللاعب بالفعل ان هو وهي الكوره جايه في الهواء قدر يجهز نفسه وفكر هيعمل ايه، واللي هو فكر فيه وخطط له عمله، وبالتالي اعتقد انه الهدف ده وفيها مشوار طويل، فيها مشوار قطعه وفيها مجهود كبير جدا بالزبط. يعني بالزبط. يبقى اذا هدف جيمس هو الافضل من وجهه نظر الكباتن. فيما يتعلق باصدقائنا على الفيسبوك، واستاذنكم اقول كم اسم كده ان مهتمين بيكم اهتمام كبير جدا، يعني اسلام خير الحافي، عمرو شريف، محمد سعيد، كريم المندوب، عبد العليم الشوارب، السيد رجب، محمد حسن، محمد أليكس، عبد الرحيم السيد، حسام عزب، محمد عبد الله، محمد دويدار، محمود الكوني، إيهاب سعد، أحمد رشدي، محمد عبد الله، محمد فهمي، فهد العنجي، إسلام جمال، أحمد غريب، أحمد خليفة، أحمد شقاوة، أحمد العلمي، محمد وائل. جالنا 5000 مشترك معانا على الفيسبوك، وده شيء عظيم جدا جدا جدا. 5000 دول ادوا لمرمى لهدف شرويدة لاعب الاتحاد السكندري في مرمى سموحة 37%، ودوا لهدف جيمس تيدي لاعب بتروجيت في مرمى الزمالك 27%، ودوا لحمودي لاعب سموحة في مرمى الاتحاد السكندري 36%. اذا وفقا لاصدقائنا على الفيسبوك افضل هدف هو هدف شرويدة لاعب الاتحاد السكندري في أصدقاء مصطفى مرمى سموح. هم كل دول معاه عنده على الحساب بتاعه بالظبط كده، ما عنديش حساب والله. كابتن حسن، كابتن مصطفى، كابتن جمال، شرفت ونورت. صباح الخير. صباح الانوار. هنفطر فين النهارده؟ في الحته اللي تعجبكم اكيد. خليني اشكر شبابنا على الفيسبوك اللي بيعملوا الحقيقه مجهود كبير جدا، اللي بينظموا لنا كل الشغل اللي بيتم قدام حضراتكم، سواء تقطيع الحلقه الى اجزاء كثيره جدا، او تنظيم المسابقه، او ان هم بيوفونا اول باول بالنسب المئويه وفقا للصفحه اللي موجوده عندنا. هيثم جنيدي، ايهاب صدقي، احمد مندو، محمد حسني، عمرو الشاطر، محمود امبابي، بشكركم بشكل شخصي جدا، شكرا جزيلا. وايضا شكر واجب للمشرف العام الاستاذ ابو المعاطي زكي، رئيس التحرير استاذ محمد القاضي، النشطاء احمد عبد اللطيف، بسام ابو بكر، محمد موسى، نهله شلبي، واحمد اسماعيل، محمد البطران، وائل البهنساوي، هشام النمر، ودائم الابداع محمد نصر الدين. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.